درت ديبلوم ديالي في اكادير من مورا على ليسونس حتمت عليا انني نكمل في مدينه الرباط حيت ما كانتش الشعبه ديسپونبل في اكادير. هذيك داك العام اللي غادي نكمل فيه لا ليسونس في الرباط كان 2015 ملي بديت كنقرا وبديت كنت انصاليت في الرباط. فواحد العطله ديال المسيره الخضراء اضطريت انني نرجع لاكادير باش نشوف مارين الدار ومن مورا نرجع عاوتاني نكمل باركور سكولير ديالي. هذاك داك الغوتور ما كملش ما كتبش الكار دار واحد لاكسيدون في الطريق ما بين كازا ورباط. الاثر ديالو انا فقدت اليد اليسرى ديالي سور بلاص يعني سور لو شون فاش تقلب الكار مشات اليد اليسرى ديالي واضطريت انني نتحط في ديك الساعه ما بين شحال ديال الضغوطات وشحال ديال الاختيارات اللي ما كانتش سهله. اولهم كان هو القرايه واش غادي نكمل القرايه ديالي حيت جاني اقتراح من عند الرئاسه ديال الجامعه واش بغيت نكمل داك العام نيت اولا نحبس نعاود نرجع عام اخر على حساب انا شنو بغيت واش كنت قاد انني نكمل. اختاريت لوبسيون ديال نكمل قرايتي داك العام نيت بالرغم من انه كان عندي شحال ديال الصعوبات يعني كنت اوسبيتاليزي كندير ترويد كنتبع شحال من حاجه باش نرجع كيف ما كنت من قبل والحمد لله شديت ليسونس ديالي بواحد الميزه ديال بيان وكملت موراها دخلت المجال بروفيسيونيل ديال الخدمه والحمد لله دابا كان كل مره كنكتشف بعض الصعوبات اللي الحمد لله كل مره كنخرج منها يعني كنحاول نلقى ليها حل. اول حاجه اللي اضطريت انني نرجع نكمل ليها من بعد لاكسيدون هي نرجع لي سبور اللي كنت كندير اللي كان بيناتهم لا ناتاسيون. كنت كندير السباحه ملي كنت صغير كان الوالد كيديني ديما لدي بيسين ملي كنت بعمر ديال 5 سنين 6 سنين ومن تما وانا ديما كندير السباحه سواء في البحر سواء في دي بيسين سواء في ديلاك ولا شي بلايص تيكونوا شويه سبيسيال. ديرنيرمون تحط لي المشكل ديال السباحه بواحد اليد جربت في دي بي سي جربت في البحر ما لقيتش حتى شي مشكل واخا كيكون واحد المشكل ديال ليكيليبر تيكون واحد المشكل ديال القوه تيكون واحد المشكل ديال الدفع بواحد اليد تيكون صعيب انما تقدر تقاوم داكشي الا كان عندك واحد الاصرار. ومن مورا درت واحد الخطوه لقدام هي انني بديت كنمشي لبلايص تيكونوا شويه صعاب يقدر تكونوا شفتوا دي فيديو في انستغرام كنت مشيت للباراديز فالي في اكادير وعمت مع الدراري. في الاول كان عندي واحد التخوف انه زعما نكون يشتني غير كلاكاج ولا شي حاجه كاين الحمد لله ما وقع حتى شي حاجه. ودزت الحوايج اخرى اللي بينهم لا ميسكيلاسيون لي فيديوهات ديالي كندير لا ميسكيلاسيون في انستغرام راه يقدر تكونوا شفتوهم. ما خليتش زعما راسي نحرم راسي من ديك الهوايه اللي كنت كندير. كان الاخ ديالي نور الدين ديما تيمشي لاصال يوميا وتيلوح لي الكلمه ديال يلا معايا لاصال وانا كتشدني شويه الضحكه يعني كنقول هاد الفورمه هادي وبهكا زعما غادي نمشي لاصال. في الاخر اضطريت انني غير باش يسكت هو من ديك الاقتراح ديالو اضطريت انني نمشي معاه وندير ليه خاطرو وفعلا لقيت راسي كنت حارم راسي من شي حاجه اللي كنت قادر نديرها. المهم انني كنلقى حلول اللي كتخليني على الاقل ما نحبش واحد الحاجه اللي كنت انا كنستافد منها وكنرتاح ليها وفي الحياه اليوميه ديالي كتنفعني. هاد الشيء هذا كنقيس عليه بزاف ديال الحوايج اللي تقدر انت تجيك بديهيه ولا تقدر تجيك تافهه اللي من بينها غير نبدل الحوايجي ولا لبس سروال ديال الجين. العام الاول ديالي تقريبا مورا لاكسيدون كنت كنلبس غير سروال ديال الصوفيط ما حيدت من الماريو ديالي شي حاجه ديال الجين. علاش؟ غير حيت قنعت راسي العقل ديالي قنعني بلي راه ما غاديش نقد نلبس الجين وما غاديش نقد نصطافي ديال الجين بيد وحده. ومن موراها لقيت راسي بحال غير كنت كنضحك على راسي يعني شي حاجه اللي راه تافهه في الاخر انا بحال درت لراسي داك الكومبلكس اللي هو اصلا ما كاينش. من موراها وليت كنلبس بحالي بحال كاع الناس كنلبس الجين كنشري سبرديلات الى كاع وحلت وصلت واحد النيفو اللي هو لا يمكن. راه كنقول للناس اللي معايا في لونتوراج ديالي سواء خوتي بجوج سواء نور الدين تنقول لهم عقدوا لي السيور ولا هز لي هادي ولا دير لي هادي زعما او بيغ ديكا. دابا الحمد لله وليت كنفكر ندير حوايج اخرى اكثر من داكشي كنت كندير البحر الحمام الكره يعني لا ميسكيلاسيون. وليت كنفكر نديرو دي زاكتيفيتي بحال مثلا سو باراشوت ولا شي حاجه تكون زعما ماشي عاديه بالنسبه ليا حيت الحياه كنعيشوها غير مره واحده. الا كنتي انت عندك واحد المشكل وعارفين الناس اللي حداك راه عندك داك المشكل حط صورك عادي راه ما كاينش اللي غادي يقول لك شي هضره حيت كاين اللي غير بينو بين راسو تيقول بلي الناس غيضحكوا عليا ولا غادي يقولوا لي غينعتوا فيا. بالعكس ما كاين اللي غادي ينعت فيك الا انت كنتي فرحان براسك. رسالتي غادي تكون للناس المسؤولين على القطاعات كاملين يعني ما كاينينش دي حوايج اللي كيحفزوا الناس بحال هادو. الا كنشوفوا غير فرنسا راه كيجدوا واحد النهار في العام كيسميوه ديو دي تيحاولوا يديروا في كاع المجالات كيديروا واحد ديو ديال واحد مقاد مثلا بريزونطاتور ديال الاخبار ولا مثلا شي برنامج ولا يعني في كاع المجالات تيحاولوا يعطيوه واحد يكون من ذوي احتياجات خاصه ولا عنده شي مشكل انه يدير معاه داك النهار يعني يقدم معاه الاخبار ولا يقدم معاه البرنامج اللي مولف تيدير. حنا ما كاينش عندنا بحال هاد المبادرات. الا دخلت
شفتي التلفزه ديالها راه ما يمكنش تلقى شي واحد اللي عنده شيعه ولا شي حاجه تكون ناقصه فيه هو تيدير شي حاجه اللي مثلا كنعرفوه معروف تيدير اخبار ولا شي برنامج معروف ولا تنشوفوه يوميا يعني الصيت ديالو تا هو كاين. كتلقى ديما ناس اللي كاملين كنقولوا المساواه بين الرجل والمراه، كنقولوا المساواه بين الابيض والسود، كنقولوا بزاف ديال المساواه، ولكن هاد الناس هادو ما عمر شفنا شي مبادرات كبيره اللي غادي تنوض بهم. انا نديرو دي باساج للناس اللي عندهم الكراسي المتحركه ولا دي طواليت يكونوا زعما يوتيليزابل بالنسبه لهاد الناس هادو، ولكن كنساو الاساس اللي هو واش هاد الناس هادو كيتقبلوا في مناصب الشغل بحالهم بحال كاع الناس، واش لي بروفيل ديال الناس ناقصين كيتقبلوا بحالو بحال الناس عادي، واش هاد الناس هادو عندهم زعما واحد التوجيه خاص زياده على ان التوجيه يكون بروفيسيونيل يكون علمي وتقني، واش عندهم واحد التوجيه نفسي اللي كيخليهم يثقوا في ريوسهم ويدفع. دابا انا بزاف ديال الناس عرفتهم غير مؤخرا ملي وقع لي الحادث ملي بديت كنبوستي في انستغرام تصاوري وكذا، كيعاودوا لي بلي ماشي تقبلوش في خدامي تيدفع دي بوست، ما تيقدرش اصلا يدفع، تيقول واش انا غيقبلوني يعني السي في ديالو تيكون فيه هو اونديكابي ولا عنده واحد المشكل وتيتسنى انه يتقبل مع ناس اللي هما مقادين. يعني هذا المشكل هذا راه كاين واحد المشكل كبير. انا الحمد لله راه ما عنديش حتى شي مشكل مع هادشي اللي وقع ليا ومتقبل ذاتي لواحد الدرجه كبيره، حيت انا الحمد لله شفت الموت في هذيك الحادثه، يعني ماشي الاعاقه اللي كانت الهم ديالي، انا شفت الموت لراسي اولا وشفت ناس ماتوا الله يرحمهم كنجدد عليهم الرحمات من خلال الفيديو هذا وهذا المنبر، اللي فقدوا الحياه ديالهم وما كرهوش الناس قرب ليهم سواء ولادهم ولا والديهم يكونوا معاهم ولو غير دقيقه، يعني ماشي غادي انا غادي نجي حتى لهنا وغادي نبقى نبكي ونتباكى. ثاني حاجه الناس اللي تعرفوا عليا يعني في انستغرام ملي الفيديوهات ديالي بداو كينتشروا شويه، اللي عندهم مشاكل اللي كيصيفطوا لي ميساجات وتيقولوا لي كيفاش كدير سعداتك انت كدير تصاورك كتحط بتيشيرت ولا بديباردور كيفاش كدير. انا بغيت نقول لكم غير زعم راه ما كاينش حتى شي حاجه اللي غادي تخليك ما ديرش انت تحط صورتك، حنا ما تنهضروش على شي حاجه اللي هي اكسترا اوردينير ولا في شكل ولا صعيبه، راه غادي تحط صورتك بحالك بحال كاع الناس كيف ما تيديروا غير في البروفيل، شي حاجه اللي سهله بسيطه غير زعيم، ما تخافش حيد دوك الافكار القبليه اللي كنديروا في راسنا، لا غيضحكوا عليا لا غادي يقولوا لي في كومونتير، ولا الا كاع قال لك شي واحد شي حاجه ما تسوقش ليه، مسح الكومونتير ديالو وعاود له تصويره اخرى وعاود له وانت غادي.